بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل إلا من قطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله،
وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء بيضاء
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين شجرة تخرج في أصل الجحيم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها شوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آبا ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة
وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام
يذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون
فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم
كاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه فاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإن صافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والحمد لله رب العالمين.